رحبت الأمم المتحدة بالمبادرات المدنية من جانب القوى السياسية في السودان، وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات في السودان، طالبت مساعدة أمين عام الأمم المتحدة بشأن أفريقيا مارثا بابي باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف العنف بالسودان، مؤكدة على ضرورة العمل من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها. كما أعربت عن تأييد الجهود الدولية لجمع الأطراف السودانية على طاولة المفاوضات وحل الأزمة سياسياً.